تكفى جبتها جبتها بروح اموت. اوكي اموت كذا بيرجعني هناك. المخ هنا 200 اي كيو. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم المقطع اكبر ماب في فور نايت. الناس نزلوا 50 ليفل، هذا الماب 100 ليفل. اذا عجبكم المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين، وفعل زر التنبيهات اهم شيء لان في ناس كثيرين يتابعون ما يشتركوا. فحبيت اذكركم كود شوب تحت في اس ال مره سهل. ويلا خلينا نبدا الماب. ولا والله رهيب، شوفوا كيف اللعبه كبيره. اوكي ما نتكلم ولا شيء، نأدي بالماب باذن الله نخلصه باقرب وقت. ما ادري متى اقرب وقت هذا، بس اوكي. يقول في جواز على 100 دولار عشان تشوف التفاصيل حقت السابقه هذه حقت 100 دولار، لكن ما تهمنا 100 دولار. ما تكتب. بسم الله. ستيج 1 ستيج 2 و ايزي. اوكي ستيج 4 بعد على طول كذا، لازم تكون فوق هذا عشان تخلص على طول. اوكي هذه تكون كذا، بعدين هذه كذا. اوكي ايزي مره والله. طيب خلينا نشوف استجابات. اتوقع من السهوله الى الصعوبه، ما ادري شلون السهوله الصعوبه، لكن في البدايه يكون سهل، بعدين يبدا يصعب 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 الى النهايه، بعدين يكون اصعب شيء في النهايه. فنشوف عاد كيف نظام الماب و طيب هذا كيف؟ هق ايكي هذا وش شوف هنا؟ اوكي في بونسر وفي ذا. طيب كيف ارقى؟ مسوي تحريات كيف ارقى؟ ما ادري ليش اخر شيء كذا بذا السهوله. والله ايزي يا عيال، والله ايزي، يعني شويه ايزي. الحين في سبيد ما طلع لي قبل شوي ليش؟ طيب نروح هنا ستيج 13. اي ووو والله العظيم ما انتبهت الا في اخر لحظه، الحمد لله. ستيج 14 ان شاء الله ما تعدي 20 موته. ها؟ اوكي ما مت الحمد لله، يعني استلفت معي اوكي، بس الحمد لله ما مت. اوكي جبنا 16. اوكي وش اللي كسر وراي؟ اوكي جبنا ستيج هذا ما ادري كم 17؟ اوكي جبناها الحمد لله. يلا عدي عدي عدي، لا توقف لا توقف يا اليمين لا توقف. هلا بالسرعة، هاي سرعة وتخشيش يلد. اوكي اوه 22 كذا بالسرعة والله ديم. اوكي 23 هذا ان شاء الله انه 23. طيب هق اوكي جبناها الحمد لله الحمد لله يا رب. اوكي لاني توني براس بين فما اموت. بونصر فوق بونصر فوق الحمد لله جبناها. اوكي طيب وين اروح الحين؟ بس كذا؟ طيب ايز هذه. اوكي هذه والله في الهواء جايه ما ادري شلون. تكفى الحين وين اروح؟ خشش اليمين طيب ايه شوي. اوكي جبناها تكفى. مشي 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 شيخ مشي. لمست ستيج شلون مت طيب؟ دام يا عيال. اوكي تكفى تكفى اي جبنا ستيج وجبنا ستيج اللي بعده يا لبيه يا شيخ. اوكي مشيت كنا ما في فخوخ بس بلعت فخ. اوكي اوكي هذه بالها كذا شوي ايوه جبناها. طيب هذه جربها بس وجيب ستيج يا حبيبي. نشرب شيل شوي جر يا اخي اخيرا. ايزي ايزي كل شيء ايزي. انا وانا قاعد فيها سنتين مو بسنتين والله، يعني ما طولت كثير. صعبه صعبه شوي صعبه شوي. هذه يبغى لها رن رن اخيرا يا شيخ. يا حبه كذا اوكي اوكي اوكي. وهلا بالعيال هلا بالعيال تكفى. لا 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 ما اخذت السيج ما اخذت السيج رجعني الحمد لله. يوه تخيل اني ما كملت على ستيج. طيب يا طيب لو رحنا هنا ما ستيج يا رب اني لمسته. انا لمسته بس يا رب يحسب لي يعني. الحمد لله ضبط الحمد لله. ستيج اللي بعدها وهوب الحمد لله جبناها يس.
لا الحمد لله ان اخذنا ستيج. الحمد لله الحمد لله. اوكي جبناها. هذه سبيد سبيد سبيد. رن 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 ايز. هق هق هق. طيب ليش هذه حمراء يعني؟ والله احس انها صعبه شويه شباب. هق. ما ادري شلون دخلت في الجدار والله كذا. هل بالعيال وات ذا هيك. واوت والله مره عالي يربا. اوكي هذه تروح بعدين على هذه وهذه. يا لبين متعة يا شيخ يا شيخ. طيب 45 وصلنا والله كثير يا شيخ. يا لبيه يا لبيه. وات شلون رقيني كذا؟ خلوني استوعب شوي والله خلوني استوعب. بس لازم اطيح الخضرة. اوكي 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 هنا لازم بعدين النص. يا لبيه والله متعة. لا يمين بعدين هنا. تكفى لا تكفى تكفى. اخيرا يا شيخ اخيرا. كم صلنا الحين؟ اصبر اصبر والله في شيء فوق الجدار والله اني شايفه. السقف مو بالجدار معليش. طيب يعني هذا الطريق الازرق. اوكي يعني الابيض في طريقين فما كلها مسدوده. فتسوي كذا تسوي كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا. ايزي ايزي. يسار يموتني يمين يموتني يزيد يموتني. شلون اروح شلون شلون؟ اتوقع اتوقع كذا عبيط بيحط لي جزء اليسار اني يمديك تمشي عليه، جزء اليمين ما يمديك تمشي عليه. احس كذا تحرياتي. شو والله تحريات ولا تبن تحريات تشل. يقول لك هذا السين وانا اروح. طيب وانا اروح يعني؟ اوكي كذا بعد كذا بعد كذا بعد كذا. شوف كل شوي اروح. ها وين اروح بعدها؟ هذه كل شوي تموتني وش اسوي ما ادري. لا اله الا الله. جيت لافيو لافزيو. ما في لافزيو هنا. الله ياخذك. خذينا تشيك بوينت ولله الحمد يعني. الحين بامشي ثلاث خطوات وبينحسب لي غصب. ايزي يا ابوي. طيب هنا اروح بس كذا يعني اروح هنا. سو كذا كأنك ما تشوف. ايزي يا ابوي. ملا لا 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 مو بطائر الوضع يعني. خلاص ودني هناك خلني هناك. الحمد لله يا رب الله يا رب. استيت اخيرا فاينلي. هنا في فخ بعد ولا؟ اخيرا اخيرا يا عيال اخيرا. لازم البس ولا واحدة ايزي. طيب بعدين معي ثلج معي ثلج. ما اقدر ما اقدر اسوي شيء. بونسرز حط الثاني هنا ودي للثالث واعطي الرابع و55. والله باقينا 45 يا عيال كثير والله كثير. جيبها كفو والله جبناها. اخيرا اهم شيء اهم شيء جبتها عادي. ريزي لا تقول لي هذا وين والله بعيد. اتوقع كذا على طول اني ما اموت واروح بواحده بعدين بروح ثانيه. اتوقع انه كذا لاني مو بقاعد اموت فاكيد انه واحده اكيد. طيب والله اني قايل لكم اني العقل المدبر. ليزي هلا بالعيال. امه بطيء. اخيرا وات جيب الفوق استيت. تكفى اخيرا الحمد لله. عدي الثاني عدي الثالث ايزي. بونسر يودينا هذا البونسر يودي بدي. اوكي يلعب عبيط عبيط راعي الماب. طيب اللي تحت وشو يعني؟ والله توقعت الماب مره يعني مو ماخذ وقت بس اخذ وقت والله طويل مره بعد. عبيط يا اخي قزر. والله احس انه ما ادري غلط كذا احس. لا والله مو بغلط. ما ادري شو سويتها. رسبن وابن امهم يذبحوني. بس ايزي. هنا المخ مدبر.
هيلانجينا. ها ها ليفل 70 اخيرا شفت ارقام كبيره يا اخي. يا عبيط يا عبيط استهج ورا يا عبيط. ليش خليني انط من فوق كذا ليه؟ اوكي كذا خستج مخين يعني. اوكي جبناها بعدين وين نروح؟ هنا. المهم اكمل لكم بعد صلاه لازم اخلص ماب. يا رب يا كريم انا وين وين وقفت؟ متى وقفت هنا؟ والله العظيم اني ما ادري متى وقفت هنا، ما ادري شلون كذا شفت انه في ستيج. اوكي حبيبي اغش فيها هذه، اغش فيها ما يفاضي اسوي باركور. اوكي بعدها كذا ايزي والله ايزي. طيب بعدها نرقى، قلنا نرقى يا طيب يا طيب. ابغى ارقى والله ابغى ارقى ما ابغى شيء ثاني. اوكي فخوخ هنا عارف اغش انا بعد. اوه لا تقول لي فوق شيت. اوكي انا طال هذه. طيب طيب كيف طيب اجيها يا عمري؟ جبتها هي يا شيخ. ستيج 80 بقى 20 ريال هي يا ابوي اجيبها انا. طيب طيب اوكي لازم ما تسقع ولا شيء. بعدين نطه كذا ونطه كذا ونطه كذا وايزي. لا والله اني حسبت السريع نسيت يا اخي. يا اخي ليش يزب الفخوخ كذا؟ ما بحلو مره بس انه مره طويل مره طويل. الحمد لله جبنا ستيج. اوكي اوكي. يا كلام الكار عيال قربت بس انه كذا ما بدينا الف. يا عمري يا شيخ اخيرا 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 يا شيخ موتني عادي. اوكي اوكي ايزي على طول اعطى ماشيه. يا اخي صعب والله والله يا شباب طولت في الماب بشكل ما تتصورون يعني. اخيرا اوكي 90 باقي 10 يا حيال باقي 10. اوكي بي بي ليفل. اوكي اعطاني ليفل زياده هديه بعد. والله يحبي لك يا اخي بس ما بك. اوكي والله ليفلين بعد مو بليفل. طيب هنا هوبا مره سهل مره سهل. هذا وش ليش الموزع يعني زعلانه؟ والله يزحلق حاط الموزع عشان يقول لك انه يزحلق. اوكي 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 هوب وهوب. والله باركور ذا ممتع صراحه. ان شاء الله انه ما يجي فينا العيد الحين. ايزي ولا لازم ادخل هنا يعني؟ خلينا نشوف حركاتك زي قبل. حاط هنا هذا المدخل. لو غشيت حطيت ثلاث غشيت والله غشيت يعني. تكفى والله قريب يا عيال كلام من حاله. بسم الله يا الهي احسب لي اياها يا عيال. يا لبيه يا لبيه احسب لي اياها بالغلط. والله ما ادري شلون مست والله ما ادري يا الله. طيب شلون هذه كذا على طول اول ما رسبن لازم امشي. اوكي كستيج الحمد لله اخر واحده. اوكي خلصنا. طيب وين نروح الحين؟ لا 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 ما تسويها ما تسويها يا ابن الحلال ما تسويها. اوكي اتوقع انه في اخر استجات اتوقع لان الماب والله طول معي الحين بكم ساعتين بس بينها وقت صلاة يعني ساعة ونص تقريبا. ايزي يا حبيبي. اوكي هير از ذا فاينل ليفل. اوكي اعطاني بو ديستروي ذا ديفولت كينج تو وين ذيس جيم او تو وين ذا جيم جراب تويلت فيفر اندر كينج تو وين. لا اوكي فجرنا. طيب بعدين اوه مناديل. يا الله اخيرا
اخيرا اقسم بالله طولت يا عيال بشكل شوفوا 187 موتة 187 وانا قلت لكم وين متعدي 20 بس والله صار الماب صعب والله صار صعب توقعت انه سهل لانه 100 ليفل فقلت اكيد سهل والله طلع صعب المهم زر لايك اذا عجبكم المقطع لانه والله تعبت وانا اصور صراحه فان شاء الله ان شاء الله ما تقصرون بالدعم اشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين فعل زر التنبيهات وشوفكم على خير مقاطع ثانيه ان شاء الله سلام